قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ولو رأينا إلى الآية السابقة نجد في جملتها أنها تكون مع آيات تبين أن عداوة الكفار إنما هي بسبب واحد، وهو أن المسلمين على شرع الله، كما هنا: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى عن السحرة لما قالوا لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وكذلك قوله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم.